الميزان. انت ميزان جان. 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 الميزان رح قلكن شو الميزان. الميزان كانت مشكلته سابقا مؤخرا عائلية وشخصية. يمكن كمان كانت أولاد عندهم العيلة الأهل ما عم بيقدروا يشتروا بيت، ما عم بيقدروا يتوفقوا بيحطوا جذور معينة، ما عم بيقدروا يستقروا، بيروحوا على بيت بيستأجروه بيطلعوا منه بيصيروا مثل الرحال ما عارف وين. سو سنة 2020 هي سنة استقرار، سنة كتير حلوة لمولوبش الميزان، لأنه مولوبش الميزان من الأبراج صحيح هو برش هوائي لكنه هو برش كتير إيموشنال عاطفي وبحاجة لرعاية بحاجة لأهتمام. مزبوط هذا الشيء. مزبوط. أكيد مزبوط. صبطية على القد يعني عم نقلك نحن لأنه منعرفه مزبوط. أوكي. سو سنة 2020 سنة رح يستقروا فيها، رح بيكونوا كتير مبسوطين. سنة بدل إذا ما عندهم بيت بيشتروا بيت، إذا بدهم يتجوزوا بيتجوزوا، إذا مقدمين صار لهم فايل الجنسية، نحن كتير أنا كتير بحكي عن الجنسية لأنه أو على الهجرة الناس بيكونوا ناطرين يعني أيمتن أيمتن. هيدي السنة مولوبش الميزان يعني 2020 بيطلع له شيء من هالنوع، سنة مهمة جدا. يلي بحياته ما فكر يتجوز فجأة بيلاقي العروس بيقول هيدي السنة يتجوز فيها. نعم. يلي عم بيتعب ليكون عنده عائلة الإنجاب هيدي سنة فيها بيبيز، هيدي سنة فيها حلاوة يعني بيعيشوا فيها بيرتاحوا. يلي مختلف مع شريكه بالحياة هيدي سنة إذا حابين يضلوا مع بعض مصالحة، فيها مصالحة. يلي مطايق التاني وعم بيصلي إنه ينفصلوا أو يطلقوا هيدي سنة كمان بتحمل له الراحة. راح انه بيتصالح ولا راح انه بيتركه؟ لا اذا بيترك، اذا بده يترك بده يترك. يعني شو بيريح الميزان؟ شي بيريحه خلص حيصير معه. بيصير معه. لا السنه كثير حلوه الميزان. هلا ركزي لي على العقرب. هلا العقرب انت ايمتى؟ قبل ما بلش 21 نوفمبر. اه انا اخر نهار. ايه تالي الدايره. وشو كمان؟ هيدا اللي بعرفه. اي ساعه خلقان؟ لا هيك لا. اوكي العقرب تقلك شو العقرب؟ هو العقرب اصلا بيخلص 22 فاندو او يعني. مش مش انا اخر نهار فاندو. لا اوكي لبنان مثلا فاندو لبنان بعده عقرب. اوكي بس العقرب انت من الابراج، انت من العقرب الماشي حاله. ليش؟ في عندي ببرج العقرب في عندنا كوكب اورانيوس، كوكب اورانيوس عم بيواجهه مثل ما كنت عم بحكي قبل، موجود ب العشريه الاولى من برج الثور. فمواليد برج العقرب بدي اقسمهم قسمين، يلي خلقان باكتوبر ويلي عم يسمعني برج العقرب بيعرف انه سنه 2019 ما كانت ابدا سنه هينه. سنه انصدم بصداقه بتحالف بدعم بشغل بصحه، انصدم لانه ما زبطت. كان حاطط اماله على هالامور او وحده من هالامور وفرطت فرطت فرطت. هيدي سنة 2019 مكملة نفس الشيء. عم بحكي لمواليد أكتوبر. أكتوبر. إيه. طيب نوفمبر. ما كانت أبداً سهلة. أنا بهمني من كل هالأمور الصحة وبهمني استقرار علاقات، لأنه في علاقات تنفصل تنتهي، العلاقة اللي مبنية على قشور مش ضابطة، يا أما بيضلوا مع بعضهم بس ما في ما في ما في ما في علاقة أو خلص بينفصلوا كليا، وإذا بيبدأوا علاقة ما رح تزبط. سو بدي ينطروا للوقت. هون عم نحكي عن أكتوبر ولا عن نوفمبر؟ أكتوبر. بعدني عن أكتوبر. 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 نوفمبر. سو السنة بس لسه ما عطيهم شيء حلو. لا. ما يقولوا إيه. لما يسعلوا أكتوبر. أكتوبر عم نحكي. لما يشعروا بأحباط. أكيد. إيه أحباط ما بيصير. بس ما معناتها شيء عاطل، لأنه أنتوا عم تكتشفوا الحقائق. يعني صديق المزيف عم تكتشفوه وعم بينشال من دربكن وبالقوة، لأنه أنتوا مفكرين بعدكم اتنعين أنه هدول مزبوطين العلاقات، هدول مزبوطين، هني مش مزبوطين. سو بيروحوا من دربكن ودعوهم قولوا لهم باي باي انتهوا. سو بيتعلموا مواليد أكتوبر، ما اللي عم بحكي عنهم لأنهم فعلا من الأبراج شوي تعبيني مواليد أكتوبر. بيتعلموا دروس صعبة بال2020، بيتعلموا انه صداقات ما لازم تكون مزيفة، بيتعلموا كيف يكتشفوا الحقيقة. يا
يلي فيها تكون شو ما كانت، يمكن شغلهم مفكرين انه هيدا الشغل بحبوه بيطلعوا ما بحبوه، ببلشوا شيء جديد، بيخسروا شغلهم، بيزعلوا، لكن بيرجعوا ببلشوا. يعني كل شيء بيخلص هو يعني بمهد بداية لشيء جديد، فحضروا حالكم لشيء جديد منيح بتودعوا وبتستقبلوا. هلا اللي خلقان بنوفمبر، هيدا زدنا دقيقة ونص على النص عنده واسطة لأنه في اثنين اثنين عقرب، في عقرب A وعقرب B. العقرب B اللي هو خلقان بنوفمبر عنده سنة بعتبرها سنة حلوة، رح بيكون في عنده كتب، رح بيكون في عنده نشاطات ثقافية، رح بيكون في عنده تخرج يلي بحياته ما درس، يلي عمره تنقول بيعتقد انه خلص قطع سن الدرس بالجامعة، العودة لمقاعد الجامعة، بيرجع بيتخرج بيرجع بيدرس، بيغيروا بيت بينتقلوا لبيت جديد، بيغيروا مكتب بينتقلوا لمكتب جديد. من الأشخاص الأقوياء جدا جدا، وهون بطمن مواليد أكتوبر إيه؟ إنه أنتوا رح تحصلوا واصلين على واصلين لهالشي. فمواليد نوفمبر بعتبرون مهمين جدا، أقوياء جدا، ناجحين جدا، في مصاري، وفي مصاري لاثنين من نوفمبر، اثنيناتهم في عندهم مصاري، اثنيناتهم عندهم شغل جديد، اثنيناتهم عندهم مكتب جديد، اثنيناتهم عندهم سفر. لكن بقوله لأكتوبر مش عم ذكره إنه معلش يلي بده يروح من دربك خليه يروح مش لألك. راضية؟ راضية. هلا في مصاري ان شاء الله تقدر تسحبيهم 100% وبالدولار مين؟ طيب لكن القوس ميزان، هي ميزان. لا انا عقرب. انت العقرب. جان هو الميزان. هلا القوس. طب انبسطتي؟ جان مرتاح. انبسطتي بالعقرب؟ ايه انا مواليد نوفمبر. شو استفدتي؟ اعملي لنا ريكاب. انا رح فوت مصاري رح تتعلم. لا حلو حلو البرج، ما مفكرة فيها أبداً يعني هيدي الشغلة. ست الجاي مثل هالوقت إذا عملنا مقابلة تتخرج جاسيكا بتفوت أنت، نسألها إذا رجعت للدرس ولا ويمكن تغيير مكتب أو تغيير شغل أو تغيير، مش ضروري تكون جامعة. صح؟ صح مش ضروري. بس أنا سألت إذا حبت تدرس. صح. طيب لكن القوس، قوس بلكي بدك تكتب كتاب. صعبة صعبة. أوكي خلي الكتيبة لمسيو جيري. جيري نعم. جيري كاوس؟ لا انا حوت. انت الحوت؟ اي ساعه خلقان معلش؟ الصبح بكير شي 6. بتجاوب؟ عارف لانه سائل. رح نوصلها رح نوصلها، خلينا نركز على الكاوس ونرجع. اوكي الكاوس مفروض تكون سنه مصاري، مفروض سبوزدلي ثيوريتيكلي نظريا مفروض تكون سنه مال من الابراج الجيده. هلا انا كثير عم يوصل لي شكاوى انه يي قلتي سنه 2019 سنه القوس، ايه سنه القوس كانت انه جوبيتر موجود ببرج القوس وما في شيء مزعج، يعني لا زحل فيه ولا بلوتو فيه، مرتاحين منه. برج القوس كانت سنه برج القوس، وبرضه في كتير من برج القوس ما اخذوا حظهم. هلا هيدي السنه سنه جيده، سنه حلوه، سنه بدو يتقدموا فيها، ما فيها معاكسات، ما فيها معاكسات، فيهم يكونوا من مجموعه من هالبوكي للأبراج الحلوة، فيهم يكونوا من الأبراج الحلوة. في مصاري، يعني البزنس يلي بلشوه بال2019 أو هالصفحة الجديدة، مش ضروري يكون بزنس، هي صفحة جديدة، صفحة جديدة فيها تكون شو مكان. يمكن الواحد ياخد قرار يقول أنا خيي أنا هيدي السنة روتيني كله تغير. هاي صفحة جديدة. أوكي. في إشياء بيتعلموها، بيعملوا إسباس، بيزتوا القديم وبيعملوا محل ليبلشوا يدخلوا حياتهم شي جديد. فمفروض 2019 يلي هي سنة الدهشة عملوا محل لقلون ليدخلوا شي جديد. كان مفروض انه يكون في عندهم تغيير كل 12 سنة بيصير مرة، تصوري كل 12 سنة، يعني مفروض 2007 يكونوا مواليد برج القوس حصلوا على تغيير لازم عجل. بعد معنا ثلاث ابراج، ما بدنا نظلم ولا برج يعني. بدنا نجرب باختصار. جربنا باختصار. جربي معنا خليكم. لكن تنختم برج القوس عم نقول. القوس سنته حلوه ممتازه، في مصاري، صفحه جديده بيكملوها، وكانهم عم يمشوا على صفحه ثانيه بهالمجلد، عم يبلموا صفحه ممتازه وعنوانها خمس نجوم، ست نجوم، سبع نجوم، وفي مال، صدقوني رح بيكون في مال، راحه ماليه ممتازه.